الموضوع فيه لوحة ما لوحة، كفتة فيه ما كفتة يا جماعة، أعطوهم اللوحة يا جماعة. مخانة الثاني هذه لوحة شينة من شينة شاريها ستايم ذاك بخمسمائة ريال. ما بشغلك يا إما تطلع اللوحة ولا روحك بدالها. أخلص يا ابن الحلال، اللوحة كانت مع عامر، أكيد تلقاها في غرفته يا ابن الناس. وين غرفة عامر؟ يمينك. مبروك أستاذ عامر. الله يبارك فيك. مبروك أستاذ كفتة. مبروك عليكم يا جماعة ال 200 مليون دولار قيمة اللوحة. بس بعد إذنكم يا ريت اللوحة نشوفها عشان الخبير الفني يفحصها ويتأكد من سلامتها، رغم إحنا متأكدين إن اللوحة سليمة لما شفناها في الفيديو. إي من حقكم. إن شاء الله خلال ساعة نوقع العقد وتستلموا كامل المبلغ. عندنا بروتوكول في الشركة، كل ما نعقد الصفقة نهدي صاحب الصفقة بشت ملكي، وهذا البشت الملكي هدية مننا للأستاذ كفتة. وأنا مالي بشت. يعني أنا الحين مليونير؟ إيه صرت مليونير، شفت الزمن. يعني أنا ما غشوني في اللوحة؟ لا لا ما غشوك، أنت اللي غشيتهم. يعني الفلوس بالريال تطلع فوق 100 ألف؟ يا رجال البشت اللي عليك فوق 100 ألف، يعني أكثر من قيمتك أنت. يعني أنتوا الغلطانين وأنا صح؟ للأسف إيه. وأنتم الدلوخ وأنا الذكي. يعني ضربت معك هالمرة، ولله في خلقه شؤون. وينه بس؟ وينه بس؟ من هو؟ التافه اللي يقولوا في أنا القطة حقك. أنا أشتريكم وأشتري استراحة. يسويها الغبي. عامر تعال دق الباب. دام الدعوة فيها فلوس أبشر يا عم كفتة. ها يا عيال افتح الباب، أنا عامر ومعي كفتة أبو بشت. وقف عندك. ايش قاعد تسوي انت وهو؟ اتخبلت؟ انا المليونير كفتة. وين اللوحه؟ مع هذا. وش السالفه؟ من انت؟ وليش مكتف العيال؟ انت عامر؟ يعتمد على حسب. اقول انت عامر ولا لا؟ الا لا، هو عامر. دورنا اللوحه بغرفتك وما لقيناها. وين هي؟ مهبوله انت، مهبوله حط لوحه مثل ذي غاليه بالفندق هنا؟ حاطها في مكان آمن ما يخطر على بالك. مين؟ افتح يا عامر، الصحفيين وصلوا والدنيا مقلوبة تحت. خلاص روح، احنا جايين هالحين. يا اخي افتح الباب وخلينا نتفاهم. بعدين انت مين وعامر فين؟ عامر ما هو موجود هنا، خلاص قلت لك احنا جايين هالحين. ماشي ماشي، بس الله يخليك لا تتأخر علشان نتفق على الكلام اللي حنقوله في المؤتمر الصحفي. اسمع، أنت بتنزل هالحين للصحافة وتقول لهم الكلام اللي بقوله لك. صاحي أنت، هذا ما يجمع كلمتين على بعضها. أسكت، وأنت بتجي معي علشان تعطيني اللوحة. أنا وأخوياي. وأخوياك يكونون رهاين هنا، ولو لعبت بذيلك يا عامر وما جبت اللوحة أخوياك بيموتون بمكالمة مني، وأنت بتموت بيدي. موافق، بس أبي واحد يروح مع كفتة علشان ما يخرب الدنيا. يا أخي أنا مليونير ماني محتاج أحد. اختر واحد يروح معه. شكش، هو أقل واحد ممكن يدمرنا. أستاذ كفتة، ممكن نعرف كيف حصلت على لوحة الفنان العالمي جين مايكل باسكات؟ يقول لي عامل لا تتكلم، اسأله شكش. الأستاذ كفتة هذا فنان كبير وعظيم وعنده حس فني رهيب يتعدى كل الدنيا هذه كلها. كاذب. اسكت اسكت يرحم امك، اسكت لا تفضحنا. جاله واحد من عمال النظافة في يوم من الايام ولقى لوحة في الزبالة، وانت بكرامة كفتة عرف قيمة اللوحة واشتراها بمبلغ كبير جدا. كاذب. 500 ريال اللوحة. فنان يحب يمزح، اشترى اللوحة بمبلغ كبير مو 500. كاذب. 500 ريال، الريال ينطح ريال. ايش رايك اروح؟ اروح بيتنا؟ اقوم امشي؟ لا لا لا، اقعد اقعد، لا تروح. تفضل، احد عنده سؤال؟
اسمع، احنا فتشنا في الاستراحة شبر شبر ما لقيناها، وين حاطها؟ حاطها في مكان ما يخطر على بال بشر. وين؟ في السطح عند الدش. منصور يا لبيه، اطلع معه خليه يجيبها. تامر امر، تحرك امشي قدامي. اطلع تحرك، قاعد تمشي على بيض. شف اسمعني، لو فكرت تروح من هنا ولا من هنا بفرغك كله في راسك، فاهم؟ خلص خلص، تحرك وراك مستعجل انت، اصبر. خلصني يلا. خلص اقول. ولا حركة، ارفع يدك ارفع يدك. اي واحد منكم بيتحرك ابى افرغ براسه، تفهم ولا ما تفهم؟ مسوي فيها زحمة ورئيس عصابة وجايب لي هالبدنجان وهالقرعة ذي، وبالاخر ماسككم الاربعة مربطكم. خلوا عنكم الهياط. ها، تبي تعرف وين مكان اللوحة اللي فتشت عليها شبر شبر؟ شفها يا درج، شف، هذه هي درج، هذه اللوحة يا مخفة. والحين بروح، خلكم هنا. خلاص كل الناس عرفت رجل القطة، الناس هذه جاية عشان اللوحة. ذي اللوحة حقتي. والله عرفوا اللوحة حقتك، عرفوا اللوحة حقت مين؟ حقت هذا، ترى حياة الشباب على المحك. يا هذه اللوحة معي. ممكن أصورها؟ بس قبل ما تصورونها في شيء مهم لازم أقول لكم عليه. في عصابة مختطفة أخوياي فوق بالجناح. هذه مقلدة. أنت متأكد؟ ما هي الأصلية؟ لا، لكن تقليد حلو. كم تجيب فلوس؟ يعني ممكن تجيب 5000 ريال. كفتة، البست حقنا بلا بهللة. ما هو؟ يا عيال عندي لكم مفاجأة. وش يا ذيب؟ وش ذي الأصلية؟ ايه الأصلية. هي يا وادي انت داهي، انت وانت سهل. عفو عليك، بس شو سويتها؟ جبت واحد ينسخها ب3000 ريال. طيب وش بسوي فيها الحين؟ زبونها موجود وكاش بعد. كفو الفتى الذهبي. كفوكم الطيب، بس بشرط. وشو؟ الاستاد كفته يوافق ان الفلوس تتقسم بيننا. موافق، عشان انتم اصحابي. حيو كفته حيو كفته.